على مرتفعات الأردن يشيد مركز الأبحاث الجديد هذا، إنه مشروع فريد من نوعه يهدف إلى جمع العلماء من كافة أرجاء الشرق الأوسط. هذا ما يسمى سينكوتران، وهو جهاز متطور للغاية سوف يمثل نقلة في جهود الباحثين في هذه المنطقة، ولهذا فإن دولا كثيرة تدعم المشروع. هذا الموقع سوف يتيح للباحثين فرصة رؤية التفاصيل الصغيرة جدا كالفيروسات والذرات الدقيقة، ما ستكون له فوائد عديدة مثل اكتشاف طرق علاج جديدة. ولأن هذا هو الجهاز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، فإنه يجذب اهتمام بلدان مختلفة في المنطقة، بعضها عادة ما تكون معادية لبعضها البعض. المشروع الذي يسمى سيسمي تدعمه عدة دول عربية والفلسطينيون وإيران، وبشكل غير متوقع إسرائيل كذلك. كان حلمي دائما أن يتمكن العرب والإسرائيليون من العمل معا من أجل فائدة الإنسانية وفائدة شعوبهم، كلا الجانبين مهتمان بذلك، وبالنسبة لي فإن سيسمي هو تحقيق لذلك الحلم. وبما ترتفع حدة التوتر في المنطقة، فإن العلماء يقولون بأن ما يهمهم هو البحث العلمي الذي يستطيعون القيام به، لا السياسة التي تفرق حكوماتهم. ما نتمناه هو أن يفتح العلم الباب لتفاهم أكثر فيما يتعلق بقضايا أخرى، هذا ما نأمله. سوف نبدأ بالعلوم، وبطريقة ما سوف نفتح الأبواب التي كانت مغلقة لسنوات بل لقرون. معظم المعدات التي تم تركيبها مستعملة، تم استيرادها من ألمانيا وبريطانيا، كما تم جمع مال بالكاد يكفي للمرحلة الثانية من البناء. من المدهش أنه رغم العنف بين إسرائيل وغزة فإن المشروع مستمر.